روى عمرو بن ميمون بن مهرام قال: انظر، نريد منك الآن شرح هذه العبارة. طبعا هو في زمن الدولة الأموية وفي زمن عمر بن عبد العزيز. في زمن مين؟ عمر بن عبد العزيز. ماذا يقول؟ إني وددت أن إصبعي قطعت منها هنا، وأني لم ألي لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره. انظر هذه العبارة القوية، ماذا يتمنى؟ انظر في زمن عمر بن عبد العزيز زمن العدل، ومع ذلك يخشى من الوظائف الحكومية ومن المناصب الإدارية، لأنه يخشى أن يكون وقع في ظلما تحته. فكيف لو رأى زماننا وحاطين وسطات لا يتعين وهو ليس بأهل؟ هذا أهل وعالم وأمير المؤمنين عادل، ومع ذلك يتمنى أن تكون إيش؟ قطعت يده ولا أن تولى وكان تحته ناس يتحكم بهم.